تعالوا بسرعه نعمل المهلبيه سريعا كده. معانا الحليب بيغلى على النار، طلعت المهلبيه في ثواني معدوده. معانا الشوفان، معانا العسل، يجعل ايامكم عسل يا رب، قولوا امين. ومعانا شويه جوز الهند، والموز هينزل في الاخر. مهلبيه مقاديرها على الشاشه استاذه رحاب بعد اذنك. عايزين نشوف المهلبيه هنعملها مع بعض ازاي. مهلبيه الشوفان بالموز، معانا حليب بيغلى على النار، مضرب ما عداش على بصل ولا على توب اهو، وننزل بالشوفان بتاعنا. اللهم صل على النبي. اهو 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 مهلبيه الشوفان بالموز يا ويلي. ونسيب الشوفان ياخد غلوه، نكون قشرنا الموز الحلو ده كده. اتنين بكفوا. اه معانا شويه فانيليا حلوين، اللهم صل على النبي. والموز نقطعه كده في قلب المهلبيه. الله الله الله. اه 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 شفت بقطع الموز ازاي؟ مش على البلانش، شلت قشره الموز وسبت حته صغيره كده تحمي اصابعي من السكينه. تعلمي الحاجات الصغيره دي كده حلوه، جوزك لو دخل المطبخ يلاقيكي شاطره يقول لك اتعلمتي فين يا حبيبتي الكلام ده؟ اسكت ما اقولكش. كل يوم بفتح القناه الاولى اجيب الشيف المغازي الساعه واحدة واتعلم منه الحركات والتركات. اهو موز، اوعى تعوري ايدك. اهو اهو في قلب الحليب والشوفان يوم الموز يستوي. اهو 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 كلفنا حاجه، كيس شوفان من اي سوبر ماركت من عناصر، نشيل ده كله. لا حليب العسل، وانت تستاهل العسل والله. اهو يلا انزل بالعسل يا مغازي. اهو 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 اه عسل زهرة البرسيم عينيا. اه حلو زي الفل تمام. اه نقلب ده كله مع بعضه. يا نعم الموز هنا بيسيح بيستوي مع الشوفان، درجة حرارة غلو اللبن مع الشوفان بتؤدي إلى الموز يكون دايب مهلبية. اه العسل خلاص زي الفل. طبعا عايز اقول معلومه مهمه جدا، الشوفان غير النشا. يعني ايه يا شيف مغازي؟ يعني بناخد وقت شويه على النار عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي، لان الشوفان لازم غانم الالياف الفعاله والغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء، عداد يعد كهرباء وفلوس وعداد يعد كالوهات. الشوفان ده فيه الياف فعاله وغير فعاله، يعني الياف بيستفيد منها الجسم والياف ثانيه بتاخد كل الدهون والكوليسترول اللي موجود في الجسم تنزل بيها على طول، عشان كده بيسموه مكنسه المعده. فهنسيبه على النار ياخد غلوه كده، ونقدر ان احنا نغرفه فين؟ في كاسات. اه اللهم صل على النبي. حبايب والجيران والله لو حطينا له النشا مبقاش صحي، فانا مش حاطط نشا، انا هكتفي بالقوام بتاع الشوفان. ياخد غلوه على النار، وبعد كده هيبقى لها بدا يشد. الشوفان والدليل على كده ايه؟ الصبح تعملي لاولادك شويه شوفان مع حليب، على الولد ما ربنا يكرمه يصحى من النوم ويصلي فرض ربنا ويلبس طبعا الطقم بتاعه اليونيفورم بتاعه، بتلاقي الشوفان في قلب الكوبايه وفي قلب الطبق، الحليب اختفى والشوفان هو اللي ظاهر بس، هنا الشوفان شرب الحليب. نفس الموضوع في المهلبيه. اه شفت القوام بدا يطلع معايا، ولو صبرتوا عليا بالظبط كده خمس دقائق هتشوف القوام كده، مش هقدر احرك المعلقه في قلبيه. اه انا بتكلم المصداقيه والصراحه اللي اتعودنا عليها على شاشه القناه الاولى. اه اه طعم الفانيليا في قلب الحليب والموز. هناخد كده علشان ما ننضربش، علشان ما قلتلك. اهو 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 اللهم صل على النبي. اهو والله لو سبتيه حتى من غير النار. اهو شايفين القوام؟ اهو مهلبيه الشوفان بالموز، هتاكل صوابعك وراها. اهو حلقتنا النهارده اكل صحي، والاكل الصحي طعم تاني مع المغازي. يعني عملنا مهلبيه الشوفان بغرف فيها،